لتسليط الضوء أكثر على الضربة الأمريكية لميليشيات تابعة لإيران في سوريا ردا على استهداف مصالحها في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحسان. أهلا بك سيد كامل. بداية، ما هي السياقات التي جعلت برأيك الرئيس الأمريكي جو بايدن يوجه أول ضربة جوية في عهده؟ يعني الكل متفق على أنه الرئيس بايدن يريد أن يوجه رسالة، ولو هم اعتبروا هذه الرسالة هي تفضل سيد كامل، نحن نستمع إليك. حياكم الأمير. سيد كامل أنت على الهواء، تفضل بالإجابة. على ما يبدو أننا لا نستمع إلى صوت السيد كامل الحسني جيدا، وهو رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات. سيد كامل هل تسمعني الآن؟ نعم سمعك واضح. تفضل، لك أن تبدأ الإجابة، وأعيد عليك السؤال من باب التذكير. ما هي السياقات التي جعلت الرئيس الأمريكي جو بايدن يوجه أول ضربة جوية له في عهده؟ يعني الواضع أنه الرئيس بايدن أراد أن يوجه رسالة إلى الإيرانيين بأنه أمريكا جاهزة وتدافع عن مصالحها وقادرة، ولو أن هنا في الإعلام الأمريكي اعتبروا هذه الرسالة هي مثل أبرة بدلا من مطرقة للإيرانيين، ولكن الرسالة واضحة بأنه الأمريكان جاهزين سيردوا على أي تهديدات تتعلق بمصالحهم بالعراق وخارج العراق. لكن سيد كامل، هذا المستجد هل تفسره على أنه تغيير استراتيجي في رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة لإيران وأذرعتها في المنطقة، أم هي ضربة تكتيكية يراد لها ما بعدها؟ لا أعتقد، بالعكس هذه الرسالة تؤكد على أنه السيد بايدن هو متوجه للاتفاق مع إيران، ولن يغير من سياسة إلا بمصلحة إيران. نعم. إذا يعني أردنا نعبر عنها انتصرت هي وميليشياتها في العراق وفي المنطقة، والآن الأمريكان جاهزين أن يعيدوا الاتفاق معهم، ولكن بطبخة أخرى يعني مختلفة ربما، ولكن لن تؤثر على مصالح إيران في العراق أو في المنطقة. لكن ماذا يعني أن توجه الضربة التي من المفترض أنها للرد على استهداف مصالح أمريكا في العراق؟ ماذا يعني أن تكون في سوريا على خلاف المعتاد؟ الوضع في العراق هش، ويخشون أن تتحرك هذه الميليشيات وتؤثر على الوضع القائم في العراق، من أن تصبح هناك تطورات مضرة بالوضع الداخلي العراقي، والعراقيين مقبلين على انتخابات ويعانون مسائل الوباء الصحي والحجر والوضع الاقتصادي المنهار، ويريدون الأمور تمشي هكذا إلى ربما المستقبل يحلها. سيد كامل، رغم أن وزير الدفاع الأمريكي قال إن الضربة حققت الهدف المراد من ورائها، إلا أن نيويورك تايمز وصفت الضربة بأنها لا تقارن بقصف المصالح الأمريكية في أربيل. هل ترى أن الإدارة الأمريكية تضخم من حجم الضربة؟ وإن كان هذا واقع، فما هو غرضها من ذلك التضخيم للضربة؟ يعني مثل ما بدأ سؤالك، الإدارة الأمريكية رأت توجه رسالة، وهذا حدود الهدف من الضربة هي الرسالة، ولن تتعدى غير الرسالة، لن تغير بالواقع العراقي ولا بالواقع الإيراني. ونيويورك تايمز صادقة يعني، وفي تقديري يعني لو مكتفين هم بالتهديدات كان أقوى من الضربة اللي نعتبرها احنا تافهه بكل المقاييس الحربيه والسياسيه. في سؤالي الاخير اليك سيد كامل الحساني، وكاله اسوشيتد بريس قالت ان هجوما بطائرات مسيره حصل واستهدف السعوديه منطلقا من العراق. السؤال هنا، الى اي مدى يمكن ان يكون الاتصال الهاتفي بين الرئيس الامريكي والملك السعودي، الى اي مدى يمكن ان يكون بدايه تعاون لقطع اذرع ايران؟
من الممكن أن تقوم الإدارة الأمريكية يعني بالانتقام من الإيرانيين إذا استمروا باستهداف السعودية، والسعودية دولة مهمة والمصالح الأمريكية مهمة في السعودية، ولكن لن تتغير السياسة الأمريكية في الدفاع عن السعودية نيابة عن السعوديين. هذا هنا القرار، يعني هناك مواضيع وتحفظ على المملكة والحكومة ودورها في قضايا عمق وحقوق الإنسان، وهنا الرأي العام يعني منزعج من المملكة والحكومة، ولا أظن أنه الديمقراطيين سيمضون بقوة بالدفاع عن المملكة السعودية. رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.